شهد قطاع الصحة اهتماما كبيرا من القيادة السياسية خلال العام الماضي، حيث قامت الدولة بتنفيذ العديد من المبادرات الصحية والقوافل الطبية التي وصلت لكافة المواطنين. جهود كبيرة قامت بها الدولة في هذا القطاع الحيوي خلال العام المنقضي. نتابع. مع إيلاء الدولة اهتماماً ملحوظاً للنهوض بالمنظومة الصحية وكل ما يتصل بالقطاع الصحي، تنعكس جهود دؤوبة تبذلها الدولة في هذا الإطار على تطور القطاع خدمة للمواطنين. فما تشهده مصر من تنمية صاحبته طفرة كبيرة في استمرار تنفيذ المبادرات الصحية والقوافل الطبية وفي إنشاء المستشفيات بالمدن الجديدة، إلى جانب تطوير المستشفيات القائمة بالفعل بمختلف المدن، إما ضمن برامج وزارة الصحة والسكان أو تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة. التطوير في القطاع الصحي ظهر بوضوح من خلال نمو في الاستثمارات الموجهة لمشروعات وزارة الصحة بخطة العام المالي 2021-2022 لتصل إلى 47.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 205% مقارنة بالعام المالي السابق عليه. على مستوى المستشفيات الجامعية التي تظل داعماً قوياً لقطاع الصحة العامة في مصر، شهد عام 2021 وصول عدد تلك المستشفيات إلى 115 مستشفى. إلى جانب افتتاح مراكز العزيمة لعلاج الإدمان في مختلف محافظات الجمهورية، منظومة التأمين الصحي الشاملة، وبعد نجاح تطبيقها في محافظة بورسعيد، شهد عام 2021 تطبيقها في 4 محافظات جديدة ضمن المرحلة الأولى من المنظومة. مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على قوائم الانتظار أيضاً كانت أبرز إنجازات قطاع الصحة، حيث تم ضم مستشفيات التأمين الصحي الشامل الجديد للعمل ضمن المبادرة لتوسيع قاعدة العمل للمبادرة وتقديم الخدمات العلاجية والتدخلات الجراحية لعدد أكبر من المواطنين. وسعياً لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في القطاع الدوائي، افتتحت مصر مشروع مدينة الدواء جيبتو فارما الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط، لتتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن ويمنع أي ممارسات احتكارية. كما تم افتتاح المركز المتكامل لتجميع البلازما في إطار مبادرة الاكتفاء الذاتي من أدوية ومشتقات البلازما، بما يسهم في تقديم رعاية صحية لائقة بالمواطن في الجمهورية الجديدة.